فكري اللي كان ضيفنا سائق التاكسي اللي يعني بجرأته قدر ان هو يمسك احد الارهابيين اللي وضعوا قنابل في سياره احد المستشارين والقضاه في قضيه الارشاد، مكتب الارشاد نعيم اللي كان ضيفنا بالامس. النهارده كان في فعلا متبرع قرر ان هو يكرمه ب 100,000 جنيه، والنهارده نعيم وصلته الفلوس. وبالفعل يعني احنا مش عايزين بس نفصح عن اسم رجل الاعمال لان هو طلب عدم الافصاح عنه، ولكن النهارده نعيم استلم الشيك 100,000 جنيه من المتبرع الكريم، وده اقل حاجه يعني حد محترم من مصر يعني مصري يعني يكرم بيها مصري. نعيم فكري راجل جدع ما خافش وما قلقش وفضل يجري ورا الارهابي لحد ما مسكه ويقنع الامين الشرطه اهو اهو يلا امسكه. الحقيقه انها كانت يعني نموذج مهم جدا يجب ان احنا كلنا نحتذي به. نسمع ما قاله نعيم فكري بعد ان يعني حصل على الجائزه. انا اكن عملت حاجه كبيره يعني، بس حاجه حسيت ان انا مبسوط منها. وبعدين انا يعني مصر هي امي وروحي وعقلي وكل حاجه، فدي حاجه يعني انا بعتز بيها. فحتى لو حصل اي حاجه تاني وربنا ما يجيبش حاجه وحشه، هقف مره واثنين وثلاثه وعشره، وربنا يديني الصحه بس. وربنا يخلينا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصراحة هو اللي شجعنا النازل نبقى أبطال، ودي حاجة يعني الواحد بيعتز بيها. والله دي الفلوس دي يعني فيها حاجات كده مطلوبة، وربنا يعني التزامات كتير يعني، وربنا يوفقنا إن شاء الله، وربنا يكرموا اللي اعطانا الحاجه دي يعني الصراحه، ويديله الصحه ويخلي له عياله، وربنا يسترها معنا ومعاه. انا فرحانه باللي هو عمله جدا جدا، ان هو كمان خاطر بحياته عشان مصر، ورغم هو لو يعني ما خافش الحاجه تجيله في صدره عشان العمليه هو عاملها، واحنا في ده مصر كلها يعني، وتراب مصر واحنا مصريين، واي واحد يقابل حاجه زي كده لازم فعلا يقف لها. طبعا حاسين ان الناس كلها مبسوطه والناس كلها بتقدر نعيم وعلى اللي هو عمله. انا بتمنى كل شباب مصر ورجاله مصر وناس مصر كلها يبقوا كده، ونقف جنب الرئيس بتاعنا وجنب بلدنا، وتحيا مصر. طبعا بفتخر بجوزي وكل واحد مصري اصيل يعمل زي نعيم، وبقول ربنا يحافظ عليه. و طبعا اولادي مبسوطين وبشكر باباهم يعني على اللي هو عمله، ويا رب دايما لفعل الخير. وبنشكر طبعا قناه سي بي سي وخصوصا مدام لميس، يعني ربنا يخليها لنا، وبنشكرها جدا جدا جدا. وانا بشكركم، انا ما عملتش اي حاجه، انا فقط كنت سعيده ان انا بستضيف نعيم فكري سائق التاكسي الشجاع الجدع البطل. وبشكرك مدام الينا ويعني على هذه الاسره المصريه الجميله البسيطه، وربنا بيكرم، هو ربنا بيكرم من اوسع الابواب. النهارده جامعه القاهره منحت الدكتوراه الفخريه لحاكم الشارقه شيخ سلطان بن محمد القاسمي، يعني هذا الرجل اللي بقى لنا 3 ايام الحقيقه بنحتفي بوجوده في القاهره، وافتتح دار الوثائق وفي مجموعه من الدور الثقافيه بيفتتحها، ولكن النهارده وطبعا استقباله السيد الرئيس واهداه قلاده الجمهوريه بالامس يعني دعما لجهود لدعم الثقافة في مصر، ويعني دعم مصر في كل الأوقات. لكن الحقيقة أن النهاردة الشيخ سلطان حكى حكايات كتيرة جدا في جامعة القاهرة وهو يتسلم الدكتوراه الفخرية، وكان بعض الحكايات الحقيقة فيها كثير من الفكاهة. وكان بيحكي لما كان في كلية الزراعة وأن المشاغبين كانوا بتوع كلية الهندسة مش بتوع كلية الزراعة. نسمع جزء مما قاله الشيخ سلطان القاسمي في حفل تكريمه وحفل الدكتوراه الفخرية. جت 67، وطبعا نعرف ماذا جرى في 67. يعني نحن كنا نسمع اللي يقول بصلي في القدس،
واللي يقول كذا واللي يقول كذا. فإحنا سارعنا، وأنا سجلت مع بعض الطلبة سجلنا أنفسنا في الاحتياطي المصري، الجيش المصري. وبعدين ما رضوش ياخذونا طبعا، بس انا عملت الليله كبيره يعني. انا قعدت على الارض زي اللي بتعدد كده، وقعدت اقول يعني خذوني، انا اعرف اسوق عربيه، اعرف اسوق عربي لوري، خذوني، انا اعرف اطلب اضرب نار، انا بعدين انا قلت كلام وقفوا عندهم، قلت لهم انا اعرف امسح جزم، عايز امسح جزمه كنت عايز امسح جزمة الجندي المصري، خذوني خذوني. بعد كده قبلونا، اخذونا الى معسكر بني يوسف الهرم، قضينا فترة ما نعرفش اللي حاصل، مقطوعين، لكن وعينا على امر غريب شوية، التنحي والدنيا ضلمة، رجعونا ثاني القاهرة. فإحنا طلعنا مع الذين طلعوا وجرينا مع الذين جروا، لكن وصل الزحام لحد جسر الجلاء. يعني الراجل ده يعني مؤثر لدرجة كبيرة، انه يقول لك وقاعد على الارض ويقول لهم خدوني خدوني، انا بعرف اسوق عربية، خدوني، انا عايز امسح جزمة الجندي المصري. لما بتسمع ده من شخص غير مصري، لكن تشعر قد ايه انه قد يكون اكثر حبا لهذا البلد من كثير من المصريين، تشعر انه رجل يستحق التكريم، يستحق المحبه، يستحق محبه المصريين، والحقيقه اللي بيقدمه لمصر كبير جدا. شكرا شيخ سلطان القاسمي على كلماتك اللي بتوصل لقلوبنا، والحقيقه ان الخطاب كان طويل جدا وكان فيه حكايات الحقيقه يعني كثير من الفكاهه وكثير من الدعابه. بنشكره مره اخرى شيخ سلطان بن محمد القاسمي. قبل ما نخرج فاصل نسمع، احنا في مولد في ذكرى مولد السيدة زينب، وهذه أغنية علي الحجار الجديدة في ذكرى مولد السيدة، وما فيش أجمل من علي الحجار نسمعه في هذه الأيام. ثم نخرج فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع مختلف تماما بعيدا عن السياسة، هي راحت فين برامج الأطفال؟ احنا ازاي هنقدر نربي جيل من غير ما نكون بنعمل له برامج في التلفزيون وبرامج تبقى لها علاقة بالطفل فقط؟ هنربي هذا الجيل ازاي اذا كان كل اللي معاه لعب عنيفة وافلام للكبار فقط وكلها برامج ومسلسلات للكبار فقط؟ ماذا نقدم للطفل على الشاشة، شاشة التلفزيون؟ لكن نسمع علي الحجار ومولد السيدة.